بسم الله، هنبدأ نكمل كلامنا على الانتيتي فريم ورك. احنا اخر حاجة كنا عملناها ان احنا عملنا سيت اب للانتيتي فريم ورك ديت، وعملنا الداتابيس بتاعتنا. كان جدولين، كنا عملنا جدول التيتشر وجدول الكورسز اهم. طبعا ايا كان الجداول او عددها مش هتبقى مشكلة بالنسبة لنا. ادي الجدولين بتوع التيتشر والكورس، وكنا كان في عندنا فورم فاضية. طبعا ما يفرقش معانا فورم ديسكتوب ابلكيشن او فورم او حتى اي اس بي دوت نت او كونسول ابلكيشن ويندوز برزنتيشن فاونديشن، ماليش دعوه. الانتيتي فريم ورك بتتعامل مع اي دوت نت، حاجه معموله بالدوت نت، اي تكنولوجي، اي لانجويج، ومعاها الناحيه الثانيه مين؟ داتابيز. ومعاها الناحيه الثانيه داتابيز. وادي الانتيتي فريم ورك كنا عملنا سيت اب للانتيتي فريم ورك بتاعتنا، وكده احنا جاهزين نبدا نشتغل. هناخد الموضوع بتاعنا اسمه كرييت انتيتي داتا موديل. عايزين نعمل ايه؟ انتيتي داتا موديل اللي هي الاي دي ام لو تفتكروا، خلاص. ليه الداتابيس بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي سميناها سكول دي بي، اللي احنا سميناها ايه؟ سكول دي بي. طيب كلام جميل. هنيجي كده من ممكن نيجي كده على سوليوشن اكسبلور، على اسم السوليوشن، على اسم السوليوشن من فوق مش تفرق. اد خلاص نيو ايتم او بروجكت، اد نيو ايتم، وهندور على ايه؟ احنا اخر حاجه كنا واخدينها سيرفيس بيز داتابيز، المره دي هندور على اي دي او انتيتي داتا موديل اللي هي الاي دي ام. ماشي، اي دي ام هنديها اسم ونبدا نعملها. هنسميها ايه؟ هنسميها سكول، بما اننا احنا يعني عاملين داتابيز سكول. وقلت له اد خلاص. قال لي احنا دلوقتي هنخش على حاجه اسمها انتيتي فريم ورك ديزاينر. هنختار انتيتي فريم ورك ديزاينر فروم داتابيز، يعني الديزاينر هيرسم بيزد اون الداتابيز موديل اللي احنا عملناه، بيزد اون الداتابيز موديل اللي احنا ايه عملناه. وممكن ننزل ديزاينر موديل فاضي، ممكن ننزل ايه ديزاينر موديل فاضي. ده الابروتش الاولاني لو تفتكروا في الثري ابروتشز اللي احنا شرحناهم، خلاص. اما اللي هو بقى امبتي ده اللي هو كود فيرست، وبرده كان ابروتش من الابروتشز اللي احنا قلنا عليها، وان احنا بنكتب الكود الاول بقى هو بيتحول يعني. طيب فاحنا دلوقتي هنختار انتيتي فريم ورك ديزاينر من الداتابيز، وهنقول ايه؟ هنقول نيكست. طلع لي هنا ادي الكونكشن بتاع الداتابيز، بيقول لي انت هتشتغل على انه الداتابيز موجوده عندك. انت عندك في داتابيز اسمها سكول دي بي، ولو كان عندي اي داتابيز اخرى كنت هفتح هنا كنت الاقي قائمه مليانه ب داتابيزز الاخرى. وهنا كونكشن سترينج، شويه معلومات بتفهم الابلكيشن دي. المهم يعني الكلام ده كله اختيارات، كلام فارغ. الكام كلمه دول هم المهمين، دول اللي بيوضحوا له، يوضحوا الابلكيشن بتاعك ازاي يوصل للسكول دي بي ديت، ازاي يوصل لمين؟ للسكول دي بي ديت. وبتخزن الكلام ده في ملف اسمه app.config. app.config لو في الويب هتلاقيه web.config، لو اي اس بي هتلاقيه web.config. المهم المعلومات دي اللي بيستخدمها عشان يقدر ايه؟ عشان يقدر يوصل للداتابيز اللي هو عاوزها. ماشي، قلت له نيكست، سماها سكول دي بي انتيتيز. ماشي مش مشكله. هنا قال لي الانتيتي فريم ورك هنزل 3.5. ليه ده احنا 6؟ بيقول لي البروجكت تارجتس دوت نت فريم ورك 3.5، فلازم يكون انت الدوت نت بتاعك 4 فيما فوق عشان تقدر تشوف الكلام ده. ماشي، ممكن كده من بروجكت وبروبرتيز فين هنا اهو بروبرتيز اهو هذا دوت نت فريم ورك 3.5. لا ممكن ناخد بقى 4.6 زي ما احنا عايزين يعني. المهم نعلي فوق ال 3.5 دي، ده دوت نت فريم ورك فيرجن. فدوت نت فريم ورك لما يكون قديم هنا بيقول لي لان يو جيت باكجز وير انستولد مش عارف ايه حاجه مختلفه. قلت له لا نسطبنا له جديد. لو الباكج انا ما كنتش واخد بالي طبعا ان احنا كنا شغالين على دوت نت فريم ورك قديم وانا مش واخد بالي، لكن نخش هنا كده ونقول له فين لان يو جيت باكج، وكنا مدورين على انتيتي فريم ورك اهي. حسنا عليها بحيث ننزل فيرجن
ما هو اول فيرجن، هو اول فيرجن احنا منزلينه، هو لاتست فيرجن اهو، لاتست فيرجن ما فيهوش مشكلة. بيقول لو سمحت اعمل ري انستول للباكج بتاعت الانتيتي فريم ورك. قلت له ماله، ما في مشكلة، انستول كده. واللي رسترت الفيجوال، معلش احنا اسفين. قلت له ماشي يا مسهل. وفتحه اهو، ماشي، اتاكد ان مفيش مشكله بالسولوشن، كله تمام. قلت له اتاكد بس ان الانتيتي فريم ورك مظبوطه، مكتوبه مظبوطه، بس انا اشيك في النيو جيت ان هي انستولد. وريني انستولد بس نو ايتم فاوند، هو ده اللي بتكلم عليه. او ما يقول له معلش نزل الانتيتي فريم ورك كده، دور عليها. كويس ان الايرو ده حصل معانا، بحيث ان لو حصل مع حد ما يبقاش الدنيا غريبه يعني. لقيت اللي هو انستول انت فريم ورك، وقال لي هنا ايه، احنا هننزل على الكلام دوت يعني. select which projects to apply changes to، اللي انه واحده غير فيه، ماشي. هما انستول هيبدأ يسطبه، يسطب الانتي فريم ورك تاني، بس بقى ايه الفيرجن الاستيبل اللي بيقبل ايه الدوت نت فريم ورك اللي احنا ظبطناه. احنا كان عندنا مشكله ان الانتي فريم ورك، اسف، الدوت نت فريم ورك ذات نفسه كان فيرجن، كان مظبوط على فيرجن قديم. فالانتي فريم ورك اللي نزلت كانت نازله بتسبورت الفيرجن بتاع الدوت نت فريم ورك ده. فاحنا عملنا ايه، كنا عاملين رفعنا الدوت نت فريم ورك ده، يعني دخلنا كده عن بروجكت وقلنا ايه، دخلنا على بروبرتيز ورفعنا الدوت نت فريم ورك اخر فيرجن موجود عندي. فاوتوماتيك بقى ايه، عملنا ريستارت للابلكيشن عشان انت فريم ورك تنزل بتسبورت الفيرجن بتاع الدوت نت ده، خلاص. فعملنا ريستارت ومش عارف ايه، وبدانا نسطب وشلنا الدوت نت الانت فريم ورك، وبنسطب الانت فريم ورك من جديد، بحيث تبقى هي ايه بتسبورت الدوت نت فريم ورك اللي احنا شغالين عليه الفيرجن الاحدث يعني. تاني اقول له اي اكسبت عادي. خلاص خلص اهو، قال لي فينيشت، المفروض كده تمام. هنعمل بقى الخطوات اللي احنا كنا عملناها من فايل اد نيو ايتم، وقلنا له ان احنا عايزين EDO Entity Framework Model اللي هو الـ EDM، سميناه سكول و add، وقلنا يعني ايه Entity Designer from Database، وقلنا Empty Entity Framework Designer Model، وده الكود الـ Empty Code First Model والـ Code First from Database. دول الأربع مودلز اللي احنا اتكلمنا عليهم، انت فريم ديزاينر فروم داتابيز، وده اللي بيجيبه داتابيز. ده امبتي انتيتي فريم ورك ديزاينر موديل فاضي وانت هتبنيه، وبعد كده يطلع داتابيز ويطلع الكلاسز. وده امبتي كود فيرست موديل، وده كود فيرست بس من الداتابيز، ماشي. على العموم هنشوفهم دلوقتي، لكن احنا دلوقتي في الانتيتي فريم ورك، انتيتي فريم ورك ديزاينر فروم داتابيز. قلت له نيكست، وعرفنا يعني ايه الداتابيز دي والكل والكلام ده والفايل ده كله، مش هنعيده تاني. نيكست هيطلع لي الداتابيز اوبجكتس الموجوده كلها جوه الداتابيز، طبعا هيطلع لي كل التيبلز، كل الفيوز، كل الستور بروسيجرز لو احنا عاملين فيوز او ستور بروسيجرز يعني. بما اننا مش عاملين فمش هنلاقي، لو عملنا هنلاقي يعني، مش مشكله. قلت له ماشي، عدى على التيبلز اللي هو جوه الدي بي او كورس والتيتشر بس، طبعا ما عندناش فيوز ولا ما عندناش ستورد ايه بروسيجر عشان نعلم عليهم. طيب فينا اختيار بلولر وسنجلر generated object names، يعني لو انت عندك اصب بيها، لو انت عندك في الداتابيز اسم الانتيتي اللي هو التيبل يعني مكتوب بالسنجلر يعني مكتوب مفرد، يبقى هو هيجمعه لك. انا مثلا student يملك students،
او مثلا كورس يبقى كورسز بالنسبه للعلاقات 1 تو ميني وكده. فهو بيقول لك هنجمع ولا تحب الاسماء زي ما هي؟ مش مشكله. انكلود الفورن كي، الفورن كي كولومز ان داتا موديل، انت عايز المفاتيح الخارجيه تبقى موجوده، يعني الفورن كيز اللي هي متضافه على الجدول. يعني مثلا ايه، عندي جدول الكورسز فيه التيتشر اي دي، والتيتشر اي دي ده فورن كي، فبيسالني انا اضيف الفورن كي جوه جوه التيبل بتاع الكورسز عادي. اما بالنسبه للاخير ده اللي هو مقفول، ده امبورت سيلكتد ستور بروسيجر اند فانكشن انتو انتيتي موديل، واحنا ما عندناش اصلا الستور بروسيجرز او فانكشنز، لكن لو عندنا هنقول له اه هيطلع لك اصلا التشيك بوكس ده يبقى مفتوح. في الحاله دي هتبقى تعلم ايه، تعلم عليه صح. طيب كده خلاص خلصنا كل الخطوات، فاضل الفينش، واحنا مندوس على فينش هيطلع لي الملف سكول اي دي ام اكس. طبعا اي دي ام اكس هيترمي ملف الاي دي ام اكس، وهيرسم لي التيبلز والعلاقات اللي ما بينهم طبقا للي موجود عندي في الداتابيس، طبقا للي انا موجود عندي في الداتابيس. هنا بيقول لي ستكس تمبلت مش عارف ايه، الدنيا هبوز يا عم ان شاء الله مش هبوز. ماشي اوكي، فتح لي ادي السكول اي دي ام اكس دايجرام، السكول والتيتشر، خلاص دول الانتيتيز بتوعي. ده السكول اي دي ام اكس ده الدايجرام، ده الديزاينر بتاعي، خلاص دول الانتيتيز، الانتيتيز بتاعتي اللي ما بينهم دي بنسميه احنا ايه، الاسوسيشن او الربط اللي ما بينهم. وعندي نوت ايه، النافيجيشن بروبرتيز، في هنا 001 هنا استرسك، دي بنسميها مالتيبليسيتي، مالتيبليسيتي دي مالتيبل سيتي كده، مالتيبل سيتي ديت يعني تعداد او نسب المشاركه. يعني هنا تيتشر واحد ممكن يبقى في عنده كورسات كتير، ممكن زيرو تيتشر، يعني ممكن ما يبقاش في تيتشرز اصلا ليهم علاقه بالكورسز، يعني بيسمح بكده. المهم ودي قلنا الاسوشيشن، دي كده المنظر بتاعنا. طبعا احنا قلنا ان ملف، طبعا ورمينا نوت الملفات في الريفرنسز، في عندي نوت ملف الباكج كونفيجريشن، اسف مش الباكج كونفيجريشن، عايزين الاب كونفيجريشن، اي الاب كونفيجريشن، لان الانتيتي فريم ورك بتاعتنا رمت الكونكشن، راح فين اهو الكونكشن سترينج، يعني نص الاتصال بالداتابيز اللي سماها سكول دي بي انتيتيز ديت، ده اسم الانتيتي فريم ورك بتاعنا. وادي الايه كونكشن سترينج، كتب هنا الايه الكلام اللي كان مكتوب اللي كان بيحدد انه الداتابيز احنا هنشتغل عليها وكلام من ده. يعني ادي نوت البيانات اللي هي خاصه بالايه بالاتصال بالداتابيز بتاعتك. طبعا الكود ده مكتوب بلغه اسمها الاكس ام ال، ماشي مش قلنا دي جنريتد اوتوماتيك. احنا كنا اتكلمنا على حاجه اسمها انتيتي تيبل مابنج، وقلنا ان اللي بيماب الديزاينر بتاعي مع الداتابيز صح، انت فريم ورك مابد او مابنج. واحنا ممكن نوصل لده ازاي، نروح على سولوشن اكسبلورر، ادي السكول اي دي ام، كليك يمين كده وهقول له انا عاوز فين المابنج، شو انكود ماب، لا مش ممكن نيجي هنا على الديزاينر، كليك يمين هنا، ايوه هو ده اللي اقصده، المابنج ديتيل. المابنج ديتيلز دي اللي تهمني الوقت، لو فتحناها كده قال لي ايه، سيلكت ان انتيتيز اور اسوسيشن من الانتيتي ديزاينر او المودل براوزر عشان اقدر ايه اقدر اشوف. علمت على الاثنين اللي فوق خلاص، قال لي ادي الماب اللي ايه المابنج اللي ما بينهم، ماب تو كورس، الكورس وقال لي كورس اي دي وكورس نيم والبرايس والتيتشر اي دي، خلاص ودي الفاليو بتاعتها تبقى مرتبطه بانه بروبرتي موجوده عندك. لو افتح التيتشر بيطلع لي برده بانه بروبرتي موجوده عندك، يبقى دي الكولمز بتاعه التيبل ودي البروبرتيز بتاعه الانتيتي الكلاس اللي احنا عايزينه، ودي المابنج اللي ما بينهم، دي الربط اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ما بين الكولومز وما بين البروبرتيز اللي هتبقى موجوده في الايه في البرمجه يعني. طيب حاجه تانية اسمها نتكلم عليها اسمها الكونتكست، الكونتكست انتيتي كلاسز، والانتيتي الانتيتي داتا موديل بتاعتنا بتجنريت
كونتكست كلاس وانتيتي كلاس لكل تيبل. كونتكست كلاس وانتيتي كلاس لكل ايه؟ لكل تيبل موجود عندي في الاي دي ام في الانتيتي فريم ورك او الانتيتي داتا موديل. ماشي. يعني لو احنا روحنا على سولوشن اكسبلورر ولقينا سكول دوت اي دي ام اكس، هنلاقي ان في عندي ايه؟ سكول دوت كونتكست دوت تي تي. ماشي. تحتيها سكول دوت كونتكست دوت سي اس، وفي عندي بعد كده الديزاينر والاي دي ام اي دايجرام. جوه الاي دي ام دايجرام هتلاقي عندك في السكول في كورس دوت سي اس ده الكلاس، وفي سكول دوت سي اس ده اسم بتاع ذات نفسها، والتيتشر دوت ايه دوت سي اس. خلاص رمى هنا ايه رمى لكل واحده مش مشكله. لكن بالنسبه للسكول، طب بالنسبه لنا للسكول احنا قلنا الكلام ده على واحده واحده. سكول دوت كونتكست دوت تي تي ده الملف ده، لو دخلنا عليه كده هنلاقي مكتوب فيه تمبلت كود كده كبير جدا بينسق العمليه. خلاص ماشي. فار مش عارف ايه. طيب افتح كده لتحتيه اللي هو سكول كونتكست او سي اس. ايوه ده ممكن نفهمه ببساطه ان ده سي شارب نيم سبيس وبعديها يوزنج مفيش مشكله بارشال كلاس، يعني كلاس معمول على ملفين، اسم سكول دي بي انتيتيز، وده وارث من الدي بي كونتكست، وده اللي بيخلينا نقدر نعمل ايه نعمل ربط فعلي. وادي الايه طبعا دي بي كونتكست ده اللي هو بيقدر ده ليه قصه هنحكيها بالتفصيل يعني فيما بعد عشان ما نلخبطش الدنيا دلوقتي. لكن اسم يبقى كده الاي دي ام اسمه بتاعتي الاي دي ام بتاعتي دوت كونتكست دوت سي اس وفي دوت تي تي اللي احنا شفناه من شويه ده فايلز جنريتد اوتوماتيك. طيب ماشي. طبعا دي لي قصه انا مش عايز استعجل عليها في الشرح بتاعها يعني. والكود الغريب البوكو ده اللي كان موجود هنا بنسميه بوكو، يعني اللي هي plain old CLR objects، و CLR اللي هي common مش عارف ايه معنى، انا مش عايز اخش في التفاصيل دي لكن انا ما تشغلش بالك بيه. لكن دي files generated انا بس محتاج ان انا كنت ابص عليها. يعني مثلا التيتشر، تعال نفتح التيتشر ده كلاس ده، هلاقي انا دي تيتشر كلاس diagnostics مش مشكله تيتشر مش عارف ايه، وبعد احط ايه تيتشر اي دي وتيتشر نيم وتيتشر تايب اللي احنا كنا عملناه خلاص، وربطه مع الكورسز لان في اسوسيشن ما بينه وما بين الايه ما بين الكورسز. صح الكورسز اهو ومرتبط مع وادي اللي مربوط مع وادي الفورين كي، وادي ربطته مع الايه مع التيتشر، دي الاسوسيشن المربوطه مع التيتشر. يبقى الخلاصه قلنا الاي دي ام ديزاينر بتاعنا دوت بيريبريزنت لينا بيعرض لنا الكونسبشوال موديل اللي هو الشرح المفهومي بتاعنا، وده بيبقى مكون من مجموعه من الانتيتيز والاسوسيشنز والمالتيبلستي ما بين الايه ما بين الانتيتيز ديت. ماشي. قريبه جدا من الداتا بيس تيبل ستراكشر العاديه، لكن ممكن نقاد ونضيف ونحذف ونعمل كولومز اضافيه اهو زي ما احنا عايزين طبقا للابلكيشن بتاعنا. خلاص. او نقاد حتى نيو اوبجكت على الديزاين اللي موجود حتى لو كان مش موجود في الداتا بيس ونقدر نتعامل معاه بايدينا يعني. الاي دي ام كمان ديزاينر قلنا مكتوب بلغه اسمها اكس ام ال، يعني لو روحنا كمان كده على مثلا السكول دوت اي دي ام اكس ده كليك يمين كده في عندنا اختيارات كتير، اختار مثلا اوبن ويز. احنا اتفقنا ان احنا عندنا اصلا ايه ال عندنا كونسبشوال سكيما طبعا داتا موديل، عندنا الستورج سكيما داتا موديل، وعندنا ايه المابنج سكيما اللي هي ام اس الام اس اللي هي موديل سكيما. خلاص كلهم في اكس ام ال واحده. طيب انا اخترت هنا اوبن ويز وقلت انا عايز مثلا اعرضها في شكل اكس ام ال تكست اديتور كده، بحيث ان انا اقدر اشوف احنا اتفقنا ان كل الكلام ده مكتوب اصلا بالاكس ام ال. خلاص
دوس كده على اوكي نشوف هيعرضوا لنا ازاي. طب هو نقفل كل الملف ده. اهو هلاقي ان عباره السكيما بتاعتنا معموله والانتيتي بتاع الكورس وبدا يشرح البروبرتي بتاعته وانواع بياناتها والكلام ده كله. بعد كده يمسك الانتيتي التاني التيتشر وده البروبرتي ريفرنس كي اللي هو التيتشر اي دي. وبعد كده يمسك التيتشر اي دي التيتشر نيم التيتشر تايب بدا يوصفهم. وبعد كده الايه الاسوسيشن اللي ما بينهم. وبعد كده الانتيتي كونتينر بتاعنا الحاويه اللي بيشيل ده كله. بعد كده السكيما كان اسمها سكول دي بي موديل مش عارف ايه وبدا ايه يوصف لك بقى الايه الاشكال الثلاثه بتوعنا اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم سميناهم اس اس الاس اس دي ال اهو الاس اس دي ال اللي احنا قلنا ايه سميناها ايه الاس اس دي ال اللي هي فاكر الذاكره ولا ايه بسم الله اللي هي الاستورج ايه الاستورج سكيما الاستورج سكيما داتا موديل دي داتا لانجوج اللي هي الاستورج سكيما. ممكن نعمل كده ونقفلها. دي الاستورج موديل ودي الكونسبشوال موديل اهي خلاص ودي المابنج ايه المابنج كونتنت بتاعتنا اهي اهي خلاص. ادي الثلاث ايه التلات موضوعات اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو عمل لهم جنريتد اوتوماتيك وكل واحد بيقوم بالدور اللي احنا شرحناه في الاول خالص. طيب يعني هنتكلم بقى على الموديل براوزر بعدين نخلي في الدرس اللي جاي ان شاء الله. بس عملناه بس وحبينا نلف شويه في البيانات بتاعتنا بحيث نتعرف على الفايلز اللي اترمت من الايه من الاي دي ام بتاعنا.